إذن الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالنسبة للكنيسة الإنجيلية كما ذكرت سيكون يوم السبت، هذا اليوم الذي له خصوصية شديدة عند كل المسيحيين حول العالم نظرا لخروج النور المقدس من قبر السيد المسيح في أورشليم. حدثنا يا فندم عن هذا اليوم وخصوصيته لكل المسيحيين. شوفي، الأسبوع الآلام هو من الأسابيع المقدسة في حياة المسيحيين منذ نشأة المسيحية إلى يومنا هذا، ورغم اختلاف الثقافات واختلاف الحضارات يظل هذا الأسبوع له مكانة في قلب المسيحيين في العالم ككل، ويحتفل وإن اختلفت المواعيد بين الشرق والغرب، ولكن الاحتفالات التي تتم في هذا الأسبوع، وأقصد بالاحتفالات مش بس فيها نوع من الفرح، ولكن احتفالات فيها الإحساس بالمعاناة والألام التي اجتازها السيد المسيح، وهي تبدأ عادة في العالم ككل من يوم الاثنين إلى يوم السبت، بيبقى في أسبوع خاص لدى كل المسيحيين، وفي الاحتفال اللي بيتم يوم الخميس بنسميه خميس العهد أو الفصح الأخير، اللي فيه السيد المسيح له المجد أكل العشاء الأخير عشاء الفصح مع تلاميذه قبل أن يذهب إلى أورشليم. ثم يوم الجمعة العظيمة، اليوم الذي قدم فيه السيد المسيح إلى الصلب واللي فيه كان حادثة الصلب، ثم فجر الأحد اللي تمت فيه القيامة، قيامة السيد المسيح من الأموات، وبيأتي يوم السبت وهو ليلة الاحتفال بعيد القيامة كأحد أهم الملامح اللي فيه بيحتفل المسيحيين بقيامة السيد المسيح. فهي أيام تمزج بين الإحساس بالمعاناة والألم اللي فيها واجه السيد المسيح هذه اللحظات الصعبة، وتنتهي بالاحتفال بالقيامة، فهو أسبوع متميز لأنه يبدأ بالألم وينتهي بالفرح.